ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايلكم في فيديو جديد، ريفيو عن غسالة الاطباق بتاعتي. اتسألت عنها لما جبتها وصورتها لكم. انا ركبتها، يبقى لها دلوقتي شهرين عندي. بصراحة جميلة جدا وعملية جدا. اللي بيقول ان غسالة الاطباق دي مش عملية، لا هي عملية جدا جدا. من ساعة ما جبتها وانا المطبخ عندي ما فيهوش كركبة، ما فيهوش مواعين، مريحاني جدا الحمد لله. دلوقتي تعالوا نشوف الغسالة، هوريكم ريفيو عنها وبستخدم لها مسحوق ايه. اول حاجة هنا معايا الزيت. هنا الزيت ده فيبا، لما جيت اشتريتها لقيت عرض عليه في المرشدي واشتريته، وجبت كمان مسحوق فيبا وجبت كمان ملح فيبا. الملح بيستخدم كل فترة طويلة، والزيت برضو هقول لكم بيستخدم ازاي وازاي تعرفي ان الزيت خلص او الملح خلص. هنا دي الاقراص اللي انا صورتها معاكم في المشتريات بتاعت فيري. الاقراص دي حلوة قوي وعملية برضو جدا وبتقعد فترة طويلة قوي معاكي. هنا دي ده في فريش فانش. فانش ده مسحوق لغسالة الأطباق، جميل جدا، كان نازل عليه عرض بقاله برضو فترة طويلة عندي، جبته لما اشتريت الغسالة. الملح دلوقتي أنا خلصان عندي، بس أنا الحمد لله غسالتي دلوقتي مش محتاجة ملح. تعالوا نفتح الغسالة ونشوف هنستخدمها ازاي وهنرص الأطباق. وهو أنا فتحت الغسالة معاكم، دي الأطباق اللي أنا بستخدمها على مدار اليوم اهو. الكوبايات طبعا بحطها كده اهو بالشكل ده، ما ينفعش احط كوباية كده مثلا كده اهو، لانها كده ممكن تتملي مية. وهنا اهو ممكن نرص المعالق او نحط هنا مثلا الشوك ولا اي حاجة، بس انا حطاهم بالطريقة دي كده. وهنا عندي المقصوصة وعندي كبشة اهو هنا اهي، وعندي هنا كنكه استانلس، وكمان دي الكوبايات بتاعت البنات، دي كوبايات بلاستيك، بس دي كوبايات بلاستيك من النوع الكويس يعني، اللي هي ممكن انها تدخل غسالة الاطباق. ودي الاطباق بتاعت البنات، بصوا اهي الاطباق متسخة ازاي اهو. ده الرف الاول، هنيجي هنا الرف التاني اهو. دي هنا عندي حله، بصوا هي متوسخه ازاي، بصوا دي طريقتي في رص الاطباق. انتي بتفضي الاكل منها وبتحطيه، مش لازم مثلا تشطفي الاطباق مثلا على حنفيه مثلا في الحوض وتروحي ترصيهم. طب هي فايدتها ايه يعني؟ حتى الراجل اللي جه ركب لي الغساله وبتاع الصيانه اللي جالي وشغال لي الغساله لاول مره قال لي انت بلاش تغسلي المواعين وبعدين تحطيها، لا هي تفضي الاكل منها عادي وترصصيها بالشكل ده. هنا المكان اللي انا بحط فيه الشوك والمعالق والسكاكين، لو حابه ان انت تستغني عنها وتشيليها وتحطي المعالق هنا اهو في الحتت دي مثلا كده، ماشي مفيش مشكله. بس انا شايفه ان الاطباق اللي عندي النهارده مثلا خفيفه، دي الاطباق اللي انا مستخدماها على مدار اليوم. لو انت شايفه ان الغساله مثلا متسخه وعامله معاكي ريحه وحشه وانت لسه هتحطي اطباق تاني، هقول لك تعملي برنامج ايه الاول. تعالوا نشوفوا البرامج بتاعتها ونشوف. حاجه نسيت ما اقول لكم عليها، هنا اهو بنحط الملح في الحته دي زي ما انتم شايفين، بس هي دلوقتي مش محتاجه ملح خالص وانا قفلتها كويس. دي هنا الرشاشات اللي هي بتاعت المية اهو، وهنا الفلتر. انت ممكن تشيلي الفلتر ده كده اهو وتغسليه تحت الحنفية. المية دي لما اول ما تشتغل الغسالة بتقوم تسحبها تاني عادي اهو، سهلة التركيب خالص. وممكن برضو تشيلي المكان ده وتغسليه تحت الحوض، مش دايما يعني، مثلا كل فترة بسيطة جدا. ودي الرشاشات زي ما انا قلت لكم بتاعت المية. انا مثلا بحط الاطباق بالطريقه دي، وقبل ما اقفلها بتاكد ان الرشاشات دي بتلف، يعني مفيش مثلا حاجه واقعه من هنا او معلقه مثلا او كبشه او طبق، عشان ما تحصلش مشكله. ودي هي اللي بتساعد ان الغساله تغسل فما يحصلش مشكله وتعرف تلف. فقبل ما اقفلها بتاكد ان المكان هنا عندي بتلف كده مثلا اهو،
واللي تحت مثلا مختلف. حطي ايدي كده اهو زي ما انتوا شايفين. انا دلوقتي هقفل الغسالة وهنشوف مع بعض هنشغلها ازاي. انا كده قفلتها. هنشوف هنا بقى البرامج، هي فيها 6 برامج. اول برنامج هنا ده مدته ربع ساعة 15 دقيقة. هنا هو ده برنامج للشطف، لو انت مثلا حابة تحطي الاطباق مثلا وهتشغليها اخر النهار مثلا، وحاطة الاطباق بتاعة الفطار او اطباق الغداء وبتكوني مثلا فيها المواعين وتيجي مثلا تشغليه اخر النهار، فممكن تشغلي برنامج الشطف ده لمدة ربع ساعة عشان ما يعملش ريحة وحشة مثلا في الغسالة. تاني برنامج معانا هنا ده مدته نص ساعة اهو، مدته نص ساعة، ده 40 درجة. في برنامج هنا هو ده يعني انا ما استخدمتوش خالص، ده 198 دقيقة. مدته يعني ممكن تقريبا 3 ساعات. فده انا ما بشغلهوش، ده لو مثلا عندك مواعين متسخة جدا. في بقى برنامج هنا ده للحلل، يعني لو حلل تيفال، حلل ستلس. دلوقتي اغلبية ما بيستخدمش حلل الومنيوم، لو عندك حلة الومنيوم ممكن تحطيها تشيل الدهون اللي فيها، ولما تطلع ممكن تغسليها على الحوض بس عشان تدي لمعة. البرنامج ده 70 درجة، ده مدته 124 دقيقة. هنا معانا البرنامج التاني اهو، ده مدته 65 دقيقة، ده برضو للحلل او الحاجة المتسخة اللي فيها دهون، ده مدته 114 دقيقة اهو. ده بقى البرنامج سوبر، اسمه سوبر، سوبر 50. ده حلو قوي، انا على طول بستخدمه، يعني تقريبا كل الناس اللي عندهم نفس نوع الغسالة دي بيستخدموا البرنامج ده على طول. وانا بشغل البرنامج ده على طول فبيطلع لي المواعين حلوة جدا ونظيفة. تاني معايا، تاني حاجة معايا هنا ده زرار التشغيل. تاني حاجة معانا هنا الزرار اللي هو جنب التشغيل ده، مش عارفة الكاميرا موضحة ولا لا، ان هو في علامة من تحت ان انت مثلا لو عايزة تشغلي الرف التحتاني او المروحة التانية، ان انت ممكن تشغلي الرف التاني بس لو انت مثلا عندك كمية مواعين قليلة، فانت ممكن تشغلي الرف اللي من تحت او المروحة التانية. اول حاجة هنا معانا اللمبة دي، اللمبة دي لو نورت يبقى كده هي محتاجة زيت، وهنا اللمبة التانية دي لو كانت منورة تبقى هي محتاجة ملح. هما دلوقتي مش منورين لان انا حاطة زيت، حاطة زيت وحاطة الملح. تالت حاجة معايا هنا دي هنا مراحل التشغيل. انا هنا قلت لكم الوقت على حسب البرامج. اول حاجة هنا اول مرحلة التشغيل، اول ما نشغل الغسالة دي بتكون كده يعني بتغسل، دي بتنور خلاص. تاني مرحلة هنا اللي هي مرحلة الشطف. تالت مرحلة هنا اللي هي مرحلة التجفيف. ورابع مرحلة هنا اول لما تيجي تنور، يعني هي خلاص هنا خلصت، فبتيجي هنا الرقم هنا بيبقى 0، فخلاص انت هنا بتفتحيها وبتشيلي المواعين وترجعيها مكانها. هنا معايا الزرار ده والزرار ده لو انت عايزة تظبطي الوقت، ولو انت ممكن عندك اطفال بيلعبوا مثلا ويبوظولك البرامج مثلا هي وشغالة، او يوقفوها او يفتحوا الباب بتاعها او يعملوا اي حاجة، ان انت ممكن تدوسي على الزرار ده مرتين، فده مانع للاطفال. تعالوا بقى هنا نحط المسحوق ونشغلها مع بعض. هنا الباب، هنا مكان المسحوق، هنا ممكن تحطي المسحوق او تحطي الاقراص. هنا هو مكان الزيت اهو، انت هنا بتحطي الزيت لحد ما يوصل هنا اهو كده، اقفليها كويس. هنا هو هنحط الاقراص مع بعض اهو، وهقفلها كويس لحد ما تعمل صوت اهو، وهنقفل الباب
اهو اتاكدنا ان الباب مقفول. انا هشغلها معاكم على البرنامج ده دلوقتي. انا وريتكم الاطباق وهي متسخة عشان تشوفوا هي بتنظف كويس ازاي. هشغلها اهو. هنا اشتغلت اهي، اللمبة نورت اهي. هنا هو يعني الغسالة بتغسل، هتغسل الاطباق ومراحل التشغيل زي ما انا قلت لكم. ان شاء الله اول لما تيجي النور ينور هنا والوقت يبقى صفر هنفتحها مع بعض وهوريكم الاطباق بتبقى نظيفة وتطلع نظيفة ازاي ومتعقدة. خلاص الغسالة خلصت، هنا اخر مرحلة اهي اللمبة منورة اللي هنا. خلاص يعني الغسالة خلصت وهنا الوقت صفر، هي خلاص خلصت. كده احنا نفتحها مع بعض ونشوف الاطباق ازاي نطفي. اهو طبعا انا استنيت عليها شوية لانها بتطلع بخار وبرضو فيه شوية بخار طالع اهو. هي خلاص هنا خلصت. تعالوا بقى نشوف الحاجات نطفت ازاي. بصوا اهي الاطباق البلاستيك اللي كان هنا فيها اكل، بصوا نطفت ازاي. بصوا الكوبايات دي كان فيها شاي، الكوباية بصراحة سخنة جدا، كان فيها بواقي شاي. الكوباية دي بصوا نطفت ازاي، كان فيها شاي بلبن نطفت خالص. وهي المقصوصة والكبشة بصوا نطفت ازاي بتلمع. هنجيب بقى الدور اللي تحت. بصوا بصوا ازاي الحاجة نطفت معايا. المعالق، الشوك، بصوا المعلقة ازاي نضيفة تلمع. الأطباق بصوا الطبق بيلمع ازاي ونضيف. هنا الغسالة خلصت، المواعين بقت نظيفة الحمد لله. هرجع دلوقتي كل حاجة مكانها. ما تنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو وتشتركوا في القناة. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. ما تنسوش تشجعوني وتكتبولي كومنت حلو. السلام عليكم.